السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلكم يعني ترون أننا ننتظر أحيانا دقيقة أو دقيقتين ليبدأ البث. نحن نبث عبر تويتر والفيسبوك، وأبشركم يحضر معكم في كل شهر ما لا يقل عن 300 إلى 400 ألف يحضرون المحاضرة مباشرة، يحضرون الدرس. يحضر في الفيسبوك تقريبا 270 ألف، أحيانا 260، مرة حضر 394، ويحضر في تويتر أقل من ذلك طبعا، يحضر أحيانا 12 ألف 18 ألف، ثم بعد ذلك يشاهدونه. ولذلك يعني اسمحوا لنا أننا ننتظر شوي حتى يأذن الإخوة، يكون البث الإنترنت بدأ، لأن لكم إخوان في كل مكان في العالم يتمنون لو أنهم معكم يحضرون الدروس و مجالس الذكر، لكن يحال بينهم وبين ذلك. ف يعني تحملونا ان كنا احيانا ننتظر قليلا حتى نبدا، ونحن ان شاء الله تعالى على خير. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما تاخر على اصحابه يوما في صلاه العشاء ثم خرج اليهم، واذا هم يعني قد تاخر عليهم حتى مالت رؤوس بعضهم يعني من النوم، فقال عليه الصلاه والسلام بشرهم بانه لا يوجد احد على وجه الارض ينتظر الصلاه الا هم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر أن أحدكم لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام الواحد ينتظر الصلاة فله أجر الصلاة. ونحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. فأسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. اختار الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا صحبوه، حملوا معه الرسالة، فاختار له أبا بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، إلى غيره من الصحابة الكرام الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الآيات التي مدحت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. واختار الله تعالى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات ربي وسلامه عليه، أطيب الناس، اختار له من المؤمنات الطيبات ما جعلهن أزواجا له صلى الله عليه وسلم. منهن من تولى الله تعالى تزويجها للنبي عليه الصلاة والسلام كزينب، فإن الله تعالى قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهن من رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، أراها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه زوجته، كعائشة رضي الله عنها. ومنهن من ذكرت له صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت له خديجة، وذكرت له سودة، وذكرت له حفصة، إلى غير ذلك من أزواجه طاهرات. لا يختار الله تعالى للطيب إلا طيبة، كما قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما دام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأطيب والأطهر، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو المقدم بين الرسل، كذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم لهن التقدم في ذلك. أخبر الله جل وعلا في القرآن وفي الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خير أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى لهن الأجر مرتين: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فإذا صامت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أي زوجة من زوجاته، إذا صامت 20 رمضان في حياتها فيكون لها الأجر كأنما صارت 40 رمضان، وإن حجت مرتين وثلاث وعشر فيكون لها الأجر مضاعفا، وإن صلت صار لها أجر مضاعفا، وإن ختمت القرآن صار لها الأجر مضاعفا. نحن اليوم نتكلم عن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكثر زوجة روت الأحاديث من زوجاته، لا بل لم يروي امرأة أحاديثا كما روت هذه المرأة التي نتكلم عنها اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بحبها، ويسأل: من أحب الناس إليك؟ ما يقول فلان فلان، يقول فلانة مباشرة، يصرح بحبها عند من يسأله. كان عليه الصلاة والسلام يفرح بالجلوس معها، حتى إنه لما نزل به مرض الموت كان يترقب متى يأتي اليوم الذي أكون في بيتها، وكأنها هي
عرفت نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، عرفت طريقة التعامل معه أكثر من غيرها، عرفت ما الذي يسعده، ما الذي يغضبه، كيف تدخل الفرح إليه، كيف تستل الهم منه. فكانت له عليه الصلاة والسلام نعم الرفيقة طوال حياته. هذه المرأة هي الوحيدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التي وقع عليها الابتلاء، ذكر الله تعالى طهارتها وبراءتها في القرآن. ولم تبتلى زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما ابتليت هذه الزوجة التي نتكلم عنها. هذه الزوجة هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، ثم عثمان، إلى آخره. وعائشة رضي الله تعالى عنها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيها. أقبلت خولة بنت حكيم بعد وفاة خديجة، وأول زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هي خديجة رضي الله عنها، وثاني زوجة سودة بنت زمعة، ثم ثالث زوجة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك تزوج غيرهن. أقبلت خولة بنت حكيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وقالت له: يا رسول الله، لا تجلس هكذا أعزب، ألا نزوجك؟ قال: من؟ قال: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من هذا ومن هذا؟ قالت: إن شئت بكرا فعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنها، وإن شئت ثيبا فسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. عائشة لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت، أو لما خطبها كانت في السادسة أو السابعة من عمرها. وقد يستغرب البعض يقول: طيب، 6 سنوات 7 سنوات وتخطب، ثم يدخل بها صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات إلى 10 سنوات. فأقول: نعم، هذا الأمر كان في عصرهم رقما طبيعيا وعمرا طبيعيا للزواج، بدليل ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب، لما أرسل خولة بنت حكيم تخطب له عائشة، فجاءت تخطب فكلمت أم رومان التي هي أم عائشة، فقالت أم رومان: انتظري حتى يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر فقالت له خولة بنت حكيم: ماذا أدخل الله عليكم من البركة؟ قال: ما هو؟ قالت: أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام أخطب ابنتك عائشة. فقال لها أبو بكر: نعمة الحال، يعني يا مرحبا، لكنه قد ذكرها المطعم ابن عدي، ذكرها لابنه، صارت مخطوبة. لاحظ، مخطوبة عمرها 6 سنوات. هذا الأمر كان طبيعيا عندهم أن يفعلوا، يعني لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا في رجل قد سبقه إليها، فإني سأذهب وأستأذنه، أنظر الرجل يريد الزواج ولا ما يريد، صحيح أنا راغب في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك أستأذن من الذي وعدته، لا أريد أن أخلف وعدي. فمضى حتى أقبل على المطعم بن عدي، فلما دخل عليه قال: يا مطعم، إنك كنت قد ذكرت ابنتي عائشة لولدك، فهل لا تزال تريد ذلك؟ فقال المطعم: هذه أمه جالسة فاسألها. فقال أبو بكر: ما تقولين يا فلانة؟ فعبست في وجهه وقالت: أخشى أن نزوج ابننا من ابنتك فتضله وتدخله في دينك. ففرح أبو بكر بهالكلام، هو أصلا يرغب في النبي عليه الصلاة والسلام وفي تزويجه، لكنه قد التزم بوعد مع هذا الرجل، فصار كما في المثل الشائع عند أهل الشام يقولون: جت منك يا جامع، يقولون إن رجلا ينصحونه: ليش ما تصلي في المسجد؟ ليش ما؟ الله يهديك، أنت مقصر كذا. فتحمس يوما بعدما أكثروا عليه النصيحة وذهب المسجد وهو متثاقل، فلما أقبل إلى المسجد قيل انزلقت رجله عند الباب، وقيل وجد المسجد مغلق، ففرح وقال: جت منك يا جامع، يعني أنت اللي منعتني من أني أصلي، ورجع وعاد إلى حاله. فأبو بكر لما رأى هذا الرد فرح أن الأمر جاء من عنده، ثم أقبل وأعطى خولة ابن حكيم الموافقة، فمضت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فعقد للنبي عليه الصلاة والسلام وهي في السادسة أو السابعة من عمرها. وأيضا حتى لا يستغرب البعض كيف
يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في التاسعة أو العاشرة، ما بين التاسعة والعاشرة. فالمعلوم أيها الأكارم أن سن الزواج إذا بلغت الفتاة فليس هناك في الشريعة تحديد محدد تتزوج في عمر كذا، يترك الأمر بحسب طبيعة الناس، حسب طبيعة الفتاة، حسب المصلحة. فتجد في بعض البلدان أن الفتاة تتزوج وهي في الثانية عشرة، يعني إلى اليوم في بعض البلدان، ولا أريد أن أذكر ذلك، في بعض البلدان إلى اليوم الفتاة تخطب وهي عمرها 11 سنة، وخاصة إذا كان يعني حجمها وجسمها حجم امرأة فتخطب، ثم يدخل بها زوجها أحيانا وهي في الثانية عشرة الثالثة عشرة. فتجد أن الفتاة لا يصل عمرها إلى 20 وهي ربما عندها أحيانا طفلين أو ثلاثة أطفال، وهذا أمر موجود اليوم. لكن اليوم يستغرب الناس إذا قلت له مثلا أن عائشة تزوجت بهذا السن، يستغرب لأنه يقيس على ما عنده. وإلا لا يزال إلى اليوم عندنا مثلا في المملكة تخطب البنت أحيانا وهي في ثالث متوسط عمرها 15 سنة، أليس كذلك؟ تخطب وهي في أولى ثانوي، وقد تتزوج. ولو تسأل ابنتك هل يوجد متزوجات معكن في المتوسطة أو في الثانوية، ربما تقول لك نعم، أو ربما تقول لك معنا واحدة في ثالث ثانوي عمرها 17 سنة وعندها مولود. وهذا أمر لو تذكره لبعض البلدان التي لا تخطب البنات إلا في سن 25 و27 لاستغربوا، قالوا كيف عمرها 16 سنة وعندها ولد أو بنت، لكننا نراه طبيعيا. هم في عصرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان زواج الفتاة في التاسعة والعاشرة أمرا طبيعيا. ولو تسأل أي واحد في ذلك الزمان، لو تسأل أبا بكر متى تزوجت امرأتك، أو تسأل عمر أو عثمان مثلا، أو لأن علي رضي الله عنه تزوج في المدينة بعد ذلك، أو لو تسأل حتى من كانوا على غير الإسلام، لو تسأل أبا جهل، أبا لهب، أمية بن خلف، لذكروا لك أن هذا العمر عادي. ولذلك مع تتبع الكفار لما يعني يحاولون أن يذموا به الإسلام أو نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لم يتكلم واحد منهم ولا واحد في أنك تزوجت فتاة صغيرة بهذا السن، لأن هذا السن كان طبيعيا عندهم. فلو أنهم قالوا نعم من العيوب أنك تزوجت فتاة في التاسعة، لضحك الناس منهم وقالوا طيب عادي، التاسعة كلنا نتزوج في التاسعة، يعني يتزوج في ذلك الحين، يتزوجون ربما تزوجوا الفتاة وهي في التاسعة. وأيضا اليوم لو تسأل ربما جدتك مثلا لما تزوجت كم كان عمرك، ربما ذكرت لك أن عمرها كان في الثالثة عشرة أو قريبة من ذلك. حتى إنه يقول الشافعي رحمه الله، يقول رأيت في مصر جدة عمرها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، يعني تزوجت وهي صغيرة عمرها 9 سنوات أو 10، ثم ولدت وتزوجت ابنتها وهي صغيرة أيضا عمرها 9 أو 10، ثم ولدت البنت والأم عمرها 21 سنة، وهذا ثابت عن الشافعي. فأنا أذكر هذا أيها الأفاضل حتى نعلم أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة هو أمر طبيعي، وأنه زواجه منها بهذا السن بموافقة أهلها ورضاها هي هو أمر طبيعي، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مستغربا لا في عصرهم، ولا ينبغي أن يكون أيضا مستغربا في عصرنا اليوم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام يعاملها أحسن التعامل، ويرفق بها ويتلطف معها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من البيت يسرب إليها الجواري، لما يجد بنات في الشارع يرسلهن يسربهن إلى عائشة، يدخلهن عليها حتى يجلسن معها ويسلينها. ودخل يوما عليه الصلاة والسلام عليها وإذا معها عرائس مصنوعة من قطن، قال ما هذه العرائس، ما هذه يا عائشة؟ قال هؤلاء بناتي. قالت هؤلاء بناتي تلعب بهن. فجعل عليه الصلاة والسلام ينظر ويعني ويمازحها، ونظر وإذا من بين هؤلاء البنات فرس له جناحان، فقال ما هذا؟ قالت هذا فرس. قال له جناحان، كيف حصان له جناحان؟ فقالت أما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ أنت ما تدري أن نبي الله، يعني هي بتعطي معلومة الآن للنبي عليه الصلاة والسلام، أما علمت
أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتلطف معها. ولذلك الرجل في معاملته مع امرأته ينبغي أن يقتدي بمن أمر الله بالاقتداء به، خير الأزواج صلى الله عليه وسلم. وكان يبحث عما يدخل به السرور عليها، كما ذكرت يسرب البنات إليها. دخل مرة عليه الصلاة والسلام في يوم عيد وإذا عائشة عندها جاريتان تضربان بالدف وترددان أشعارا مما قالته الأنصار في يوم بعاث. ويوم بعاث هذا يوم احتحاربت فيه الأوس والخزرج قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم لما جاء أصلح عليه الصلاة والسلام بينهم وجمع الله به الكلمة. وإذا هاتان الجاريتان تضربان بالدف، فلما رأتا النبي عليه الصلاة والسلام خجلتا، فصد النبي عليه الصلاة والسلام عنهما ثم مضى إلى طرف البيت واضطجع وأعطاهم ظهره وتغطى بلحافه حتى لا تحرج. ما قال يا عائشة خلاص الآن وقت الزوج طلعي البنات، وكان في يوم عيد أيضا، ولا قال للبنات اجلسوا مثلا اتركوا عنكم هذا. يعلم أن امرأته تحتاج إلى مثل هذا في يوم عيد، يعني لا تحاول أن تلزم امرأتك بالجدية التي تعيشها أنت دائما. كنت مثلا أنت جاد أو طالب علم أو حافظ أو كذا، لا ينبغي أن تلزم امرأتك أن تعيش نفس حياتك. هي صح تعيش بالضوابط الشرعية عموما، لكن لا تلزمها أن تكون في مستواك العلمي والعبادي. فتغطى عليه الصلاة والسلام والتحف، فدخل أبو بكر يوم العيد يسلم على ابنته وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الجاريتين غضب، قال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر دعهما، فإننا في يوم عيد حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، تعلم اليهود أن ديننا كما أن فيه صلاة وذكر وعبادة وجهاد ودروس وحلقات ذكر، كذلك ديننا فيه نوع من الفسحة واللعب واللهو المباح ونحو ذلك. وفي يوم عيد آخر دخل كان عليه الصلاة والسلام في بيته فسمع أصواتا في المسجد فأطل من الجدار، وإذا الحبشة يلعبون بحرابهم، ناس من الحبشة من أثيوبيا يلعبون بحرابهم، عندهم لعبة معينة يلعبونها في بلادهم، فصاروا في يوم العيد يلعبونها في المسجد والناس ينظرون إليه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو في بيته، لأن بيته ملاصق للمسجد وبينهما جدار، قال لعائشة تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. فجاءت وإذا هي أقصر من الجدار لا تستطيع أن ترى، فحملها صلى الله عليه وسلم على ظهره ووضعت ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم وجعلت تنظر. فلما أطالت النظر قال لها أشبعتي؟ قالت لا، وظلت تنظر. هو عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقطع عليها لذة يوم العيد. ثم قال لها مرة أخرى أشبعتي؟ قالت لا. ثم سكت قليلا ثم قال أشبعتي؟ أنا حاملك الآن. تقول فلم يزل يقول شبعتي حتى قلت نعم. تقول وأنا قد شبعت منذ البداية. أصلا هو المنظر يعني متكرر، رجل يحمل الحربة بطريقة معينة ثم يعيد الحركة نفسها، يعني هو ليس مشهدا لازم يشاهد إلى آخره، يكفي نظرة نظرتين وانتهينا. تقول لكني أردت أن أعرف قدري عنده ولتسمع بذلك صويحباتي فيعرفن قدري عنده. أنا أريد حفصة وغيرها يعني أن يتحدثن ويقولن شايلها طول الوقت، شايلها على ظهره وهي تنظر، أريد أن يسمع بذلك صويحباتي فيتحدثن بذلك بينهن. فهذا كان من خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله معها. عائشة تميزت عن بقية زوجات صلى الله عليه وآله وسلم بميزات، منها أنها أكثرهن رواية. روت عائشة 2210 أحاديث، وهي إذا نظرت في الصحابة
وإذا الصحابة عددهم كثير بالآلاف، أكثر واحد رواية من الصحابة أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس، ثم عائشة. لاحظ، يعني هي الخامسة مباشرة، سبقت ما رواه أبو سعيد الخدري، وما رواه طلحة، وما رواه الخلفاء الأربعة، وما رواه غيرهم، سبقت كل هؤلاء في كثرة روايتها. وكانت عائشة متميزة علميا، يعني نبيهة لماحة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يوما: من نوقش الحساب هلك. يوم القيامة إذا نوقش الإنسان الحساب هلك. فسكتت قليلا ثم قالت: يا رسول الله، إن كنت لأظن أن الله لما قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا أن ذلك كائن، يعني إن خلاص الحساب يسير ليش يهلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنما ذلكم العرض. المقصود في الآية أن تعرض عليها أعماله، صليت لكنك هنا نمت عن الصلاة، وهنا اغتبت، وهنا كذبت، وهنا عققت والدك، العرض. لكن من نوقش عذب. اللي يقال: طيب ليش تعق والدك؟ ليش ما جلست معه ذلك اليوم؟ ما هو عذرك؟ هذا نوع من العذاب. الحوار وحده فيه من الفزع والخوف ما يجعله عذابا، فما بالك لو أنه عذب بعدها بسبب تقصير. لكن انظر إلى سؤالها. ولما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت: يا رسول الله، فأين يكون الناس إذا السماوات تبدل والأرض تبدل؟ أين يكون الناس؟ قال: على الصراط. وفي موقف ثالث أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الطهارة من الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فرصة يعني قطعة قطن، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. المرأة ما فهمت، قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. وكان عليه الصلاة والسلام حييا أشد حياء من العذراء في خدرها. قالت: كيف أتطهر؟ تقول عائشة وهي راوية الحديث: فستر وجهه وقال: سبحان الله، سبحان الله، تطهري بها. يعني ما يريد يشرح لها شيئا دقيقا، استحى. تقول عائشة: فأخذتها جانبا وشرحت لها، مرأة تشرح لمرأة، قلت: تتبعي بها أثر الدم إلى آخره. هذا الموقف من عائشة وإنقاذها للموقف يدل على ذكائها. وكان لها أسئلة كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث آخر قالت: يا رسول الله، أرأيت إن مررت بالمقابر ما أقول؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الأسئلة تدل أن عندك طالبة علم. وكانت تفهم وتفقه. قال لها عروة ابن الزبير ابن أختها، قال لها يوما: يا أمه، لا أعجب من معرفتك بالحديث وأيام العرب، أيام العرب يعني التاريخ والأنساب، لكني أعجب من معرفتك بالطب، فمن أين عرفت ذلك؟ كان الناس يأتون إلى عائشة ويسألون حتى في الطب، هذا يقول: أنا عندي ألم في الرأس، وهذا يقول: عندي ألم في البطن، وتعطيهم الإجابة أدوية، خذ كذا واخلطه بكذا. قال: لكني أعجب من معرفتك بالطب. وإذا عائشة قد أخذت دورة في الطب لمدة 10 أيام. متى كانت هالدورة؟ لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وكان قد صلى المغرب بأصحابه، ثم دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد ابتدأ به مرض الحمى، فقال: ضعوا لي فراشا. وظل النبي عليه الصلاة والسلام على الفراش إلى يوم الاثنين، ليس الذي بعد الجمعة، الاثنين اللي في الأسبوع الذي بعده، يعني قرابة 10 أيام. تقول: ففي مرضه صلى الله عليه وسلم كان الناس الأطباء يدخلون عليه، وكان ممن دخل عليه كما تعلمون الحارث بن كلدة. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة مر صحابيا مريضا قال: هل أتيت الطبيب؟ قال: لا يا رسول الله، أو قال: نعم.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيت الحارث بن كلدة، إيت الحارث بن كلدة. فكان طبيبا مشهورا، وذكروا أن سبب وفاة الحارث بن كلدة قالوا إنه في عهد أبي بكر أكل مع أبي بكر طعاما صنعته لهما يهودية، فلما أكل منه عدة لقم جعل يحرك لسانه ويستطعم الأكل. بعد ما ذهبت السكرة جاءت الفكرة، بعدما يعني ذهب الجوع بدأ يتطعم الأكل، ثم قال: يا أبا بكر، لقد أكلت أنا وأنت سم سنة، هذا اللي أكلناه فيه السم، لقد أكلت أنا وأنت سم سنة، يقتل بعد سنة. يقولون فلما مضت سنة مات هو وأبو بكر في يوم واحد، أي ذكرها بعض المؤرخين. فكان الأطباء يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويصفون له أدوية، هذا يقول: يا رسول الله بماذا تحس؟ إن كنت تحس يا رسول الله الألم مثلا في موضع كذا فخذ من شجرة كذا وخذ من كذا ودقه من كذا. وعائشة جالسة وراء الستر تحفظ، تحفظ المرض ودواءه. وظل الأطباء يتتابعون على النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، وعائشة وراء الستار تحفظ، تقول: وكنت أحفظ كل ذلك، أحفظ المرض ودواءه. حتى إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام صارت عائشة من مرض جاء وقال لها: أنا عندي مريض في كذا وكذا، فإن كان من ضمن ما وصف، وصفت له الدواء، قالت: افعل كذا وكذا. وكانت أيضا مرجعا للفقه والحديث، حتى في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كانت رضي الله تعالى عنها مرجعا يعني في الحديث لهم. حدث مرة أبو هريرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فلما سمعه عبد الله بن عمر عجب وقال: يعني يا أبا هريرة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أنا أول مرة أسمعه يعني. قال أبو هريرة: والله لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقوله. قال: لعلك وهمت. قال: ما وهمت. فتفكر عبد الله بن عمر: طيب الآن من يحكم بيننا؟ فأرسل من عنده إنسانا قال: اذهب واسأل عائشة، المرجع، اذهب واسأل عائشة. فذهب الرجل، وكان ابن عمر قد أخذ بيده حصيات في المسجد، وأخذ حصيات من شدة انشغاله بالأمر، وجعل يفركهن في يده، يعني يقول: إن كان هذا الحديث صحيح وفاتني الأجر، يعني ما كنت أحرص على الصلاة على الجنازة لأني ما أعرف هذا الحديث. وجعل يفركهن بيده كالمنشغل. فذهب هذا الإنسان وسأل عائشة، ثم رجع إلى عمر وقال: تقول عائشة نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ابن عمر من ثقته في أي خبر يأتي من عائشة ما قال: طيب خلونا نسأل مثلا فلان أو فلان نتأكد أكثر، لا، ما دام عائشة قرت معناته انتهى الموضوع. يقول: فضرب ابن عمر بالحصى التي في يده على الأرض وقال: كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، يعني كم فاتنا من الأجر لأننا لم نكن نعرف هذا الفضل. فكانت مرجعا. وكان ابن عمر أيضا يفتي الناس في الحج بأن المرأة تقطع خفها، يعني أنه لا يجوز أن تلبس الخف، كما أن الرجل ما يلبس الخفين في الحج، كذلك المرأة كان ابن عمر يقول لا تلبس الخف الذي يتجاوز، يعني مثل الشراب الطويل من الجلد الذي يتجاوز الكعبين. فسمعت عائشة بالفتوى فأرسلت إلى ابن عمر، يعني أن المحرمات مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا يفعلن كذا وكذا، فنقل ذلك إلى ابن عمر فغير فتواه كلها من أجل توجيه عائشة رضي الله عنها. إذن نحن لما نتكلم اليوم لا تتكلم عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت فقط سكنا له ومودة له في بيته، لا، بل تتكلم عن امرأة تعتبر عالمة من عالمات الإسلام، وتعتبر رأسا فيما يتعلق بالفقه والحديث، وكانوا يرحلون إليها في العلم، يأتونها من كل مكان، فكانت تضع الستر وتجلس في داخل بيتها والناس في الخارج،
وتحدثهم ب قال صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وقال كذا، وهم يروون عنها رضي الله عنها. وكان لها توجيهات حسنة. أقبل إليها مرة عبيد بن عمير، وكان من التابعين، وكان واعظا، وكان حسن الوعظ، يعني إذا وعظ الناس يتأثرون. فلما جاء إليها قال: السلام عليك يا أمه. قالت: من؟ فمن وراء الستار. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: عبيد بن عمير بن قتادة. هذا من معرفتها بأنساب العرب. قال: نعم يا أمه. قالت: قد بلغني أنك تجلس إلى الناس ويجلسون إليك. قال: نعم، يعني أنك تحدث الناس وتأتي إلى مجالسهم، تجلس إليهم، وأنت إذا جلست وحدك ربما اجتمع قوم وقالوا: حدثنا، أنك تجلس إلى الناس ويجلسون إليك. فقال: نعم. قالت: فإياك تخويف الناس وتخويف الناس وتقنيطهم، يعني لا تشدد على الناس، لا تقول: ترى النار كذا ويفعلكم الله في النار ودركات النار، لا تشدد على الناس، لا تخوفهم كثيرا ولا تقنطهم من رحمة الله، لكن اخلط ما بين هذا وهذا، وهو أسلوب القرآن. إذا ذكر وصف الجنة وذكر وصف النار، وإذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، لكن لا تمل دائما إلى التخويف. مثل هذا التوجيه يدلك فعلا على فقهها. عائشة رضي الله عنها مع كل هذه الفضائل وهذا العلم، إلا أنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجة من الزوجات، تغار كما يغار النساء، يقع بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما يقع بين الرجل وامرأته، وهذا أمر طبيعي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجلس معها يجلس مع زوجة وحبيبة، وهي أيضا إذا جلست مع النساء جلست عالمة فقيهة معلمة. حصل بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام مواقف تدل على غيرتها. من ذلك أن النبي ما رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى بيتها في الليل، تقول: فلما أظلم الليل، هو عليه الصلاة والسلام وضع رأسه ونام، فلما أظلم الليل يعني وذهب جزء من الليل تلمسته، وضعت يدي أتلمسه يعني بجانبي، فما وجدته. تقول: فجعلت أتلمس في الغرفة ظلمة والسراج مطفأ، ويعني والبيوت أيضا لم يكن فيها كما يوضع اليوم الشبابيك الكبار أو النوافذ، فكانت البيوت مظلمة جدا، فجعلت تتلمس، فوقعت يدها على شعر النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ، وإذا هو عليه الصلاة والسلام موجود لكن تقلب كما يتقلب النائم، وهي ظنت أنه خرج من عندها وذهب إلى زوجة أخرى. فلما وقعت يدها على رأسه فتح عينيه وقال: جاءك شيطانك. فقالت: وأنت أما لك شيطان؟ ما هو بس أنا يجي شيطاني، أنت بعد ما يجيك شيطان؟ وأنت أما لك شيطان؟ فقال: بلى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وكمل نومه عليه الصلاة والسلام، ما قال لها: ما هذا الرد؟ أنت ما عندك أدب في الرد، وش شيطانك وما شيطانك، ما هذه الشكوك التي لا تتوقف، لا لا لا، انتهى الموضوع، وأنت مالك شيطان؟ قال: لا عندي شيطان، بس الله أعانني عليه فأسلم، وكمل نومه. وفي يوم آخر أيضا فقدته من على فراشه، فأخذت رضي الله عنها تتلمس تبحث عنه في الغرفة، ما وجدته قريبا منها. تقول: فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد، وإذا هو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: فقلت في نفسي: والله يا رسول الله إنك في واد وأنا في واد آخر، أنت في صلاتك وفي عبادتك وأنا في وادي آخر، وأنا أظنك يعني عند فلانة أو فلانة من زوجاتك، إنك في واد وأنا في واد آخر. وفي ليلة ثالثة أيضا، طبعا هي تحدث بهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لبيان
خلقه وكيفية تعامله مع نسائه. في ليلة ثالثة أيضا أقبل صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على الوسادة لينام. تقول: حتى إذا ظن بأنني قد نمت قام رويدا رويدا، ثم فتح الباب رويدا رويدا بكل هدوء، ووضع عليه رداءه ولبس عليه وخرج وأقفل الباب رويدا. فقلت في نفسي: إلى أين يذهب؟ هي فتحت عينيها ورأته يقوم ويخرج من البيت. الآن ما نقول والله وجدته يصلي ولا لا، الآن طلع من البيت واضح. تقول: فقمت وجمعت علي ثيابي، لبست عباءتها وخرجت وراءه. تقول: وجعل يمشي، وجعلت أمشي وراءه حتى وقف عند البقيع، عند المقبرة. والمقبرة عموما البقيع قريبة من بيت عائشة، فإن بيت عائشة هو الذي فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، وليس بينه وبين البقيع المقبرة ربما ولا 100 متر تقريبا، فالمسافة قريبة يعني. تقول: فوقف عند البقيع ورفع يديه يدعو. هي لما رأته يدعو ما قالت في نفسها: أي الحمد لله عرفت أنه ذهب للبقيع ورجعت، لا، بقيت تنتظر يمكن يخلص من البقيع ويذهب إلى حفصة أو زينب. أو تقول: وجعلت أنتظر حتى انتهى من دعائه، ثم التف ليرجع فالتففت لأرجع، فلما رأى سوادي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يراقبه شيء أسود في الليل، فلما رأى سوادي أسرع يعني في مشيته، فأسرعت فأحضر فأحضرت. أحضر يعني مشي ليس مشيا عاديا، مشي قريب من الركض، فهو لما أسرع أكثر أسرعت هي أكثر. تقول: فجرى وجريت، جعل يركض وركضت حتى دخلت البيت قبله ونزعت عني يعني ثيابي عباءتي ووضعت رأسي على وسادتي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا: من هذا اللي كان يتبعني؟ وربما كان بين بيته عليه الصلاة والسلام وبين البقيع ربما كان في بيوت أيضا، وبالتالي في حواري دخلوا بينها، يعني من هذا الذي يتبعهم؟ فلما دخل وإذا عائشة يتردد نفسها في صدرها، مثلا لما يركض يعني يبدأ الشهيق والزفير عنده يرتفع، فقال عائشة ما ردت عليه نائمة، فأعاد عليها قال: عائشة، ما ردت عليه، فأعاد قال: عائشة، ما ردت على اعتبار أنها نائمة، فقال: ما لي أراك حشيا رابية. حشيا رابية يعني صوتك الهواء يتردد في صدرك، واضح أنك بذلت جهدا. قالت: لا شيء، وحدة نائمة يا أخي لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير، لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير. فقالت: يا رسول الله أنا صحت الآن، استيقظت، أنا يا رسول الله رأيتك خرجت ورحت المقابر وأنا تبعتك ورائك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الذي دفع عائشة إلى هذا ما هو؟ شدة محبته، صح ولا لا؟ ليس البغض أو البحث عن مشاكل أو الحقد عليه، هي لشدة محبتها لك غارت عليك. وهذه ترى يا إخواني قاعدة، الإنسان إذا كان له أكثر من زوجة، إذا وضع في نفسه أن ما تفعله هذه الزوجة دفعها إلي شيء فطري، شدة محبتي وشدة الغيرة علي دفعتها أنها مثلا تفتش جوالي، أنها تفعل كذا أو كذا، يعني هذا أمر يجعلك تحل الموضوع بشيء من التعقل والحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري: ما طلعك يا عائشة في هالظلمة ورائي إلا شدة محبتي، لو لم تكوني تحبيني لقلت يذهب إلى غيري ما عندي مشكلة، لكن لشدة التعلق في زوجها حرصت على أن تنظر أين يذهب. قالت: أنت لما خرجت أنا خرجت ورائك. فقال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي، أنا قاعد أركض بأمسك هل يراقبني إلا أنت زوجتي، فأنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت: نعم. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدرها، يعني دفعها في صدرها، وقال:
أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني توقعين أني بأظلمك وأبيت ليلتك عند زوجة أخرى؟ توقعين أني بأظلمك أحيف عليك يعني؟ فسكتت عائشة وقالت: كل ما يخفيه الناس يعلمه الله. قال: نعم. ثم أخبرها صلى الله عليه وسلم بالخبر أيضا من رحمته ولطفه. قال: إن جبريل جاءني فدعاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فدعاني فخرجت إليه. وكان جبريل ربما جاء أحيانا في صورة صحابي، دحية الكلبي مثلا، يأتي في صورة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم معه ويمشي، وأحيانا يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام يتغشاه، لكن أحيانا يأتي في صورة رجل، مثل ما قال عمر رضي الله عنه، حديث الذي ربما نحفظه جميعا، لما قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل رجل، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله ما الإسلام ما الإحسان إلى آخره، متى الساعة، ثم لما خرج قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني يسأل أسئلة حتى تعرفوا الإجابات. فجبريل يأتي أحيانا في صورة رجل. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن جبريل جاءني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فأجبته وأخفيت صوتي حتى لا تستيقظي، وقمت وأنا لا أريدك أن تستيقظي حتى لا تستوحشي، يعني أنا أقوم أذهب وأرجع وأنت نائمة أحسن ما تستيقظين في ظلمة الليل. فأمرني جبريل أن أذهب إلى أهل البقيع فأدعو الله لهم، فذهبت فدعوت الله لهم، ثم انتهى الموضوع ونام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث مشكلة من وراء ذلك. هي كانت تعيش معه صلى الله عليه وآله وسلم على أنها عالمة من عالمات الإسلام وراوية الحديث، لكنها مع ذلك أيضا كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجة له. من فضائلها رضي الله عنها أنهم سافروا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء رجوعهم من السفر كان عليها قلادة لأختها أسماء تتزين بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فضاعت سقطت منها القلادة، يعني انفكت القلادة وسقطت على الأرض، وضاعت القلادة وبكت عائشة: يا رسول الله قلادتي ضاعت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ابحثوا عنها سريعا. يعني تقول عائشة: وقعت وجاء النبي عليه الصلاة والسلام متعبا ووضع رأسه على فخذي ونام، ينام لأنه بعد شوي بيركب البعير وبيمسك الطريق يعني. تقول: فجاءني أبو بكر وجعل يغمزني في جنبي ويقول: حبست الناس لأجل قلادة، يعني أخرت الجيش كله عشان قلادتك، حبست الناس لأجل قلادة. تقول: وجعل يغمزني، تقول: وأنا لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام واضع رأسه علي وأعلم أنه متعب ولا أريد أتحرك مع قوة يعني ما يفعل أبو بكر حتى ما يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ثم ذهب أبو بكر عنها. تقول: فما وجدوا القلادة، وأنزل الله تعالى، طبعا أبو بكر كان يقول لها: حبست الناس ولا ماء، ما في ماء، طيب بنتوضى الآن صلي، ما في ماء، المفترض أننا مشينا حتى نجد بئرا، ما في ماء، حبست الناس ولا ماء. فأنزل الله تعالى في ذلك الموطن آية التيمم: وإن كنتم على سفر، ثم قال الله تعالى: فتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وشرع لهم التيمم في تلك الرحلة، وتيمم الناس. وقال أسيد بن الحضير لما عرف يعني أن سبب نزول التيمم هالتأخر وما في ماء فأنزل الله الترخيص، قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أنت كلك بركة يا عائشة، هالقلادة اللي طاحت صارت بركة. تقول: فلما بعثنا بعيري، البعير اللي هي راكبة عليه، فلما بعثنا البعير أوقفناه حتى نمشي وجدنا القلادة تحته،
يعني القلادة وقعت منها قبل ما تنزل من البعير، فالبعير بعير تحتها القلادة، يعني أقمناه حتى نسير وإذا القلادة تحته، فهذا أيضا مما وقع لها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمدحها ويقول صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على الطعام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكانت أيضا في أسئلتها للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله وتنقل ذلك إلى الناس، وكانت لماحة كما تقدم. يعني قالت: يوما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح تغير وجهه. طيب ما هو كل الناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرياح يتغير وجهه، لماذا ما سألوا هذا السؤال حتى يتبين لك ذكاء عائشة؟ تقول: فسألته، قلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الريح فرحوا واستبشروا أن بيأتي مطر، وأنت يا رسول الله يتغير وجهك، ما السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، كما ذكر الله تعالى ذلك عن عاد وثمود. فالله جل وعلا قد يرسل الرياح أحيانا عذابا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح يخشى أن يكون هذا يتذكر ما أهلك به من قبله فيتغير وجهه. وأيضا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حشر الناس يوم القيامة، الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، قالت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كيف النساء والرجال في المحشر كلهم من غير ستر عليهم ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هذا واقع، يعني اليوم مثلا في لو حصل حريق أو زلزال أو كذا وخرجت النساء مثلا من غير حجاب أو ربما من غير ستر والرجال كذلك، لما نظر بعضهم إلى بعض. هذا ونحن في الدنيا لو فزعوا من زلزال أو من حريق أو بركان أو الله يعافينا وإياكم حرب أو نحوه، من لن يلتفت أحد إلى أحد في مثل هذه الكربة، فما بالك بكربات يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لها: الأمر أشد أو قال أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أيضا سألته يوما، شوف اللي تطلب العلم لما يجلس عندها، قالت: يا رسول الله، قال: نعم. قالت: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد، يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من أصحابه، ثم الذين استشهدوا هم من خيار أصحابه؟ أنتم تعلمون أن أحد استنفر النبي عليه الصلاة والسلام الناس للخروج، لأن قريشا أصلا جمعت جيشا وجاءت المدينة لغزوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيطلع يردهم عن المدينة، فخرج معه 950 رجلا. فلما وصل إلى مكان المعركة قام عبد الله بن أبي ورجع ب300 رجل المنافقون، فلم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا 650 وهم الخلص المؤمنون الخلص. هؤلاء 650 استشهد منهم 70 وجرح منهم 214، حتى تعلم يعني بما وقع من كربة في يوم أحد، وهي أعظم كربة وقعت عليه الصلاة والسلام في الحروب. يعني في حنين انجفل عنه أصحابه لكنهم رجعوا بعد ذلك وانتصر المسلمون، لكن في أحد استشهد أمامه 70 ومثل ببعضهم وبقرت بطونهم وجدعت أنوفهم، وهو عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وهي 4 أسنان السفلية اللي بين الأنياب، وشج رأسه وجرح وجهه وجرحت ركبته إصابات، وجرح غيره من الصحابة وجرحى وقتلى. فهي تسأل تقول: يا رسول الله، الكربة اللي وقعت في أحد، بل بعض الصحابة استشهد في الدفاع عن صلى الله عليه وسلم أمام عينه، لما كان عليه الصلاة والسلام يصعد جبلا ليتقي السهام والرماح، فكان معه مجموعة
فلما أقبل جمع من المشركين يصعدون الجبل، قال عليه الصلاة والسلام لمن معه: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ وتقدم واحد من الأنصار، نزل واحد ضد هالمجموعة، والواحد هذا يعلم أني لن أستطيع قاتل هالمجموعة، لكن لأجل أن أشغلهم وأؤخرهم لا يصعدوا أكثر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يكون عندهم وقت للصعود أكثر، يعني على الأقل ينشغلون به، فجعل هالواحد يقاتلهم حتى قتلوا، ثم جعلوا يصعدون. فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ يقولون: حتى قتل 9 أو 7 رضي الله عنه. لاحظ الكربة اللي فيها. فعائشة تقول: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت. أنا والله لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت، يعني من الشدة والتعب، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت لما ذهبت إلى الطائف حتى أستنصر بهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يدعو الناس إلى الإسلام، ويحميه عمه أبو طالب، يعني ويقف معه ولا يستطيع أحد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأذى، لأن أبا طالب له مكانته ويحميه. وكانت خديجة رضي الله عنها أيضا في بيته عليه الصلاة والسلام تدعمه إن صح التعبير داخليا. فتوفيت خديجة وتوفي أبو طالب في نفس السنة، فتسلطت قريش عليه صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف لعلها أن يجد ملجأ للإسلام يعني. فرده أهل الطائف، رده 3 أبناء عبد ياليل، وكانوا هم رؤساء الطائف، ردوا النبي عليه الصلاة والسلام. فمشى حتى، وكانوا قد آذوه بالحجارة سفهاؤهم، حتى بلغ قرن الثعالب، يعني قريبا من، ابتعد عن الطائف وجلس في ظل جدار وهو في كربة شديدة، حتى إنه قال لأهل الطائف لما ردوه، قال: لا تخبروا قريشا أنكم رددتموني، لأن قريش إذا علمت أن أهل الطائف ردوه ازدادوا عليه عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما لقيت غيرنا أصلا. قال: لا تخبروا قريشا أنكم رددتمون. ومع ذلك وصل الخبر إلى قريش. فلما قعد صلى الله عليه وسلم في ظل جدار مهموما مكروبا، أنا وين أروح؟ الطائف فعلوا بذلك، والآن إن دخلت مكة وهم قد علموا أني خرجت إلى الطائف استنصر بهم ثم رجعت إليهم، ماذا سيفعلون بي الآن؟ الآن أمامي أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وجموع المشركين، ماذا سيفعلون بي؟ فينزل عليه في تلك اللحظات في هذا الهم والكربة، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر أعظم كربة جاءته، ينزل عليه جبريل ثم ينزل ملك الجبال في القصة المشهورة. فكانت عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نوعية المسائل التي تسألها تدل على فقهها. وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان مكرما لها، حتى إنهم في الحج لما أقبلوا إلى الحج فحاضت عائشة، ولما حاضت أدخلت حجها على عمرتها. أنتم تعلمون أن المتمتع في الحج يأتي ويعتمر ثم يحل إحرامه، ثم إذا جاء يوم 8 من الحجة يدخل في الحج، فيعتبر اعتمر وحج في سفرة واحدة هذا المتمتع، ولذلك قالوا إن التمتع أفضل الأنساك. فعائشة أحرمت على أنها بتعتمر ثم تفك إحرامها، ثم إذا جاء وقت الحج تحج، حتى تكون في سفرتها اعتمرت وحجت. لكن لما نزل بها العذر الشرعي هذا الحيض، ألغت العمرة وأدخلت حجها على عمرتها وانتهى الحج. فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة في مكة، خلاص بنرجع للمدينة يعني، وإذا هي تبكي، خلص الحج. قال: ما يبكيكي؟ قالت: ما اعتمرت، ترجع صويحباتي بعمرة وحج وأنا أرجع بحج فقط؟ يعني زوجاتك الأخريات والنساء كل واحدة ترجع وقد فعلت عمرة وحجا في سفرها، وأنا بس سويت حج، ترجع صويحباتي بعمرة وحج وأنا فقط بحج؟ وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا لطيفا بها،
بها وبغيرها من الناس عموما، فما بالك بأهل بيته؟ فقال: تحبين أن تعتمري؟ قالت: نعم. فأمر أخاها عبد الرحمن، قال: خذ عائشة واخرج بها إلى التنعيم، وتحرمين وترجعين وتعتمرين، ونحن ننتظرك تخلصين العمرة وتأتين ونمشي للمدينة. وخرجت عائشة إلى التنعيم وأحرمت، الذي فيه اليوم مسجد من؟ مسجد عائشة، صار هو ميقات اليوم. وخرجت إلى التنعيم وأحرمت، ثم رجعت وعملت عمرتها كاملة، ثم ركبت معهم إلى المدينة. فهذا أيضا من محبته صلى الله عليه وآله وسلم لها. وكان عليه الصلاة والسلام يتودد إليها، قال لها يوما: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت: كيف تعلم؟ شفت، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع امرأته يحاول يبحث عن، يعني صح التعبير، سوالف، يسولف معها. ربما بعض الناس اليوم إن جلس مع امرأته جلس على جواله، ولا جلس على كذا، ولا لا، هو عليه الصلاة والسلام يجلس يدري إن هذا الوقت لك، خلني أدور سوالف أسولف معها. فقال لها: إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت: كيف تعلم؟ لأنها أحيانا تغضب لكن ما تطلع الغضب له، تكون زعلانة ولا تطلع الزعل. قالت: كيف تعلم؟ قال: إذا كنت عني راضية فإنك إذا حلفت تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت: أجل يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. تقول: ما أقدر أهجرك وأروح البيت أهلي من شدة محبتي لك، لكن اسمك ما أبغى أقوله لأني زعلان. تقول: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. أيضا لها عدة مواقف مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في غيرتهن منها، لكن هذا يقع في كل البيوت كما يقال يعني. ومن ذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على نسائه بعد كل عصر، وكان يعني مثلا ليلة ليلة مثلا عائشة، لكنه في النهار يدخل على سودة، على حفصة، على زينب، كل واحدة يجلس شوي يتحدث معها ويمشي، يعني كل واحدة تشوفه يوميا لكن يبيت عندها ليلة. فكانت كل واحدة إذا دخل عليها تضع لها ما تتحفه به، يعني مثلا مجهزة تمر، واحدة مجهزة خبز، واحدة يعني تتحفه إذا جلس به. فدخل على زينب وطول عندها أكثر من غيرها، فحفصة وعائشة ينتظرونه، فتعجبته ليش طول، وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متلاصقة يعني. فعلمتا أن زينب قد جاءها عسل، وصلها عسل، وأنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له من عسل وأعجبه، قام يأكل من هالعسل، والعسل يحتاج أكل يعني بهدوء، ما هو مثل حليب أو لبن يشرب وطلعت، لا، العسل يؤكل شيئا فشيئا يعني. فطول عندها لأن عندها عسل. فقالت عائشة وحفصة: كيف يعني يجلس عندها وعشاء؟ طيب ما عندنا حنا عسل، ماذا نفعل؟ ثم اتفقتا: أينا دخل عليها فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير. المغافير مادة تشبه العسل وحلوة، لكن رائحتها سيئة، رائحتها سيئة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الشيء الذي رائحته سيئة، لذلك لا يأكل ثوما ولا بصلا، ولا يقول: إني أناجي من لا تناجون، أنا أناجي جبريل وأكل شيء ما يصلح، أكل شيء فيه رائحة سيئة. فدخل عليه الصلاة والسلام على عائشة، فلما دخل بيتحدث معها قالت: إني أجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ قال: لا، إنما أكلت عسلا عند زينب. قالت: لا، هو مغافير، ما هو بعسل، هذا مغافير، يعني زينب قالت لك عسل وما هو بعسل، ترى مغافير. عجب، وطلع ودخل على حفصة وقالت الكلام نفسه: إني لأجد منك ريح مغافير، أنا أكلت عسلا. قالت: ما هو بعسل، هذا مغافير. فأقسم ألا يأكل عند زينب. كيف تقول لي عسل وهو مغافير؟ ف
فأنزل الله تعالى سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ ثم ذكر الله تعالى الآيات في ذلك: وإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه تتفقون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن إلى آخر الآيات. فهذا من المواقف التي تحصل، وهي مواقف عادية يعني التي تحصل في بيت عليه الصلاة والسلام، سواء من عائشة رضي الله تعالى عنها أو من غيرها. أيضا لها مواقف مع الصحابة في الاستدراك عليهم في بعض الأحاديث، في بعض الأحكام، استدركت على عبد الله بن عمر، استدركت على غيره، كان ربما يرسلون إليها كما تقدم يستفتونها في المسألة، فإذا أفتتهم انتهى الموضوع، ما يسألون غيرها رضي الله تعالى عنها. هذا أيها الإخوة شيء من أخبار أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعرف سيرته، وأن نعرف سيرة زوجاته صلوات ربي وسلامه عليهن. وأنا قد اختصرت، وإلا يعني هناك موسوعة أثناء التحضير طلعت عليها عن عائشة تتكون من 1100 صفحة، مجلد كبير ومليء بقصصها ومواقفها رضي الله تعالى عنها ورد الشبهات التي تثار عليها. لكن لعلنا إن شاء الله تعالى اختصرنا لكم شيئا مما جاء فيها. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم احقن دماءهم واجمع على الخير كلمتهم ورد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وكل أهلنا في فلسطين وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا عظيم المن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. راشد مساك الله بالخير. هذه بتبدأ سلم عليك بس.